أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت 当天战列，وذنت لربها وحقت 听从主命，而且意欲听从的时候 وإذا الأرض مدت 当地展开 ألقت ما فيها وتخلت 抛弃所怀，而且变为空虚 وذنت لربها وحقت 听从主命，而且意欲听从的时候 يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه 至于用右手接过功过簿者 فسوف يحاسب حسابا يسيرا 将受简易的饥寒 وانقلب إلى أهله مسرورا 而兴高采烈的反与他的家属 من أوتي كتابه وراء ظهره 至于从背后接过功过簿者 فسوف يدعو ثبورا 将叫苦连天 واصلى سعيرا 入于烈火之中 إنه كان في أهله مسرورا 从前他在家属间原是快乐的 إنه ظن أن لن يحور 他已猜想他绝不会归于主 ألا إن ربه كان به بصيرا 不然,他的主原是监察他的 لا أقسم بالشفق 我以晚霞门是 والليل وما وسق 以黑夜及其包罗万象的门是 والقمر إذا اتسق 以圆满时的月亮门是 أتركبن طبقا عن طبق 你们必定遭遇重重的灾难 فلهم لا يؤمنون 你们怎能不信道呢 إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 当别人对他们宣读古兰经的时候，他们怎么不叩头呢？ بل الذين كفروا يكذبون 不然不信道的人们是否认真理的 والله أعلم بما يوعون 真主全知道他们心中隐藏的东西 فبشرهم بعذاب أليم 故你应当以一种痛苦的刑罚向他们报喜 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 唯信道而且行善的人们将受不断的报酬。